طبعا تسمية هذه القرية هي ليست من فراغ، وإنما كما هو معهود وموجود الآن فيها منبع ثلاثة أفلاك أو عيون كما تسمى، منها فلك أبو كبير وهو ينبع من قرية العين، لكن يستفيد منه أهل الشريقة، قرية الشريقة اللي أسفل من قرية العين، ثم أيضا فلك الأعور ويسمى أيضا هذا من قديم الزمان مسماي، وأيضا فلك القنتي، فيكون تسميتها على أن الوحيدة في الجبل الأخضر اللي فيها منبع ثلاثة أفلاك، الوحيدة بذل سمت بهذا إيش الاسم هذا. وأما بالنسبة لمثلا أبواب القرية فطبعا لها بابان، باب الدخول وباب الخروج، منفذ كما تقول دخول وخروج، وبها أيضا في الطريق هذا الوحيد ثلاث منافذ. طبعا الباب الأول باب السديرة، باب السديرة، والباب الثاني الأخير باب المواقع، هذه بابين. وعند أيضا فوهات أو فتحات كما تقول منها التهوية، ومنها عشان وقت الأمطار يكون تتجمع نسميها المرزاب طبعا. ثم بعد يوجد بالقرية أيضا مساجد، مساجد أربعة مساجد، فأولها مثلا بالأقدمية مسجد نارنجة، وكان قبل يسمى مسجد الرمانة، ثم بعدين سميه الآباء مسجد نارنجة وهو أقدم مسجد، وثم بعدين ذلك يأتي مسجد الأعلى، ثم مسجد الخشبتين وهو المسجد الذي بجواره مدرسة تعليم القرآن الكريم، فأيضا موقعه مختارين الآباء علشان يمر أسفل فلق اللي هو منه أسفل فلق أبو كبير علشان الوضوء وما شابه ذلك، وكذلك أيضا هو يوقع في المكان الشرقي للبلد الشرقي، ويمر جنبه وادي العين اللي مسمايه مثل الوادي هذا يسميه باسم هذه القرية، لأنه يمر يقسمها إلى قسمين. فالمسجد الرابع اللي هو مسجد القنتي، وأيضا هذا على شريعة فلق القنتي كان سابقا، وأيضا يستخدموا الآباء أيضا اللي هي بسقي وهكذا كانوا أيضا يسيروا هذا المسجد. وطبعا الموقع القرية بشكل عام إنها طبعا توقع في مكان حصين كما تقول، إن من أسفلها من جميع الجهات الجنوب ما يستطيع يطلع حد يتصور مثلا غيره، لأن فيه جبل شاهق شديد الارتفاع، فهي واقعة في هذا الجانب. ثم إن بيوتها طبعا مبنية بالحجر والطين كانت، فطبعا تحصينات وجدار البيت الواحد لا يقل عن متر يعني سمك الجدار، فحتى إيش كانوا من يعني مخافة وكذا. وطبعا هذه الأبواب اللي ذكرتها سابقا يعني كانت أيضا حصانة البلد كذا عن مخاوف كذا، ولكن لما إن الحمد لله جاء الآن عصر نهضة المباركة طبعا الآباء يعني خلاص لغيوا هذه لأن أصبح ما إلها داعي، فطبعا يجب أن لو حافظنا على هذا التراث كأننا محافظين على آبانا وعلى أبو بذلوه وعلى أبو قاموبة من جهود، من بناء أفلاك، من بناء هذه المدرجات، يعني ليست بالسهلة. هذه المساجد أيضا تنقل الحجارة من مسافة بعيدة وبنيوها وبيوتهم نفس الشيء، يعني فيجب أن ماذا نحافظ عليها حتى يكون تبقى لنا ولأبنائنا، وأيضا ذكرنا بمن بالماضي تليد الذي مثل سووا آبانا. إرث حضاري من الآباء والأجداد يجب الحفاظ عليه من أبناء الحاضر والمستقبل. شكرا أعزائي المشاهدين على المتابعة، كان معكم في الإعداد والتقديم أسد بن حارث الزكواني من نيابة الجبل الأخضر لقناة الشبيبة، تقبلوا تحياتي.